السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيكون عن ازاي نعرف عدد ساعات اللي على قناتنا في اليوتيوب عشان نعرف اذا حققنا شروط تحقيق الدخل ولا لسه. عشان ما اطولش عليكم، يلا بينا نعرف الطريقة ازاي. اول حاجة هنسجل دخول للقناة بتاعتنا من على جوجل كروم. هلا تفتح معانا. بعد ما نسجل دخول هنيجي فوق عند التلات شرط دول، هنضغط عليهم. هتفتح معانا القايمة دي، هنضغط على قناتي. فتحت القناة بتاعتنا، هنلاقي موجود زي ما احنا شايفين كده، جايب لنا مشتركين ومشاهدة ومدير الفيديو. هنضغط على المشاهدات. هتفتح عندنا الصفحة دي، والمفروض ان عندنا هتظهر عدد المشاهدات او الوقت هيظهر بالدقايق، واحنا عايزين نحوله لساعات. وزي ما احنا شايفين كده وقت المشاهدة بالدقايق. طب عايزين نحوله لساعات، تعال نشوف هنعملها ازاي. هنطلع فوق عند شكل اللي هو الترس ده او العجلة دي، وهنضغط عليها. هيجيلنا هنا شوية حاجات برضو ممكن نعدل فيها، زي العملة، ممكن دولار أمريكي أو اليورو أو زي ما تكون، بس مفيش بالمصري طبعا، فهي كل العملات نغير زي ما احنا عاوزين. في الفترة الزمنية لو عايزين نعرف عدد الدقايق، في مثلا آخر 28 يوم، آخر سنة، آخر أسبوع، آخر ساعة، أي آخر أي حاجة احنا عاوزينها. نيجي بقى نخش على وحدة قياس وقت المشاهدة، هي بالدقايق هنحولها لساعات، وندوس حفظ. وبكده هتظهر لنا وقت المشاهدة بالساعات عشان نعرف كملنا شروط تحقيق الدخل ولا لسه. او زي ما احنا شايفين مكتوب تحت وقت المشاهدة بالساعات. وبكده يكون الفيديو خلص، ونتقابل الفيديو الجاي. والسلام.